حرية ممارسة العبادات المضمونة وتمارس في إطار احترام القانون. انظروا أن المادة منذ استقلالها مفتوحة ولم يتكلموا عليها. يقول لك لا مساس بحرمة حرية المعتقد في كل تصدير سابق. الدستور الحالي يقول مضمونة وتمارس في إطار احترام القانون. إذا الدستور الحالي جاء بنظم هذه العبادات وفق قانون سوف يصدر عن البرلمان، ولكن هذه المرة مقيدة لماذا هذه المغالطات والأكاذيب والادعاءات، لأن الهدف منهم أن يفشل الدستور.